هذا وقد شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسة العمل الأولى المغلقة لأعمال الدولة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون والتي عقدت مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر الدرعية ويناقش أصحاب الجلالة والسمو في هذه هذه الجلسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة الرياض